مفاجأة؟ مفاجأة إيه؟ أنتِ حامل؟ لا يا ماما مش حامل ولا حاجة، دي مفاجأة تانية. دعاء جابت عربية. قولي ما شاء الله. ما شاء الله. نتغدى سوا؟ مش عارفة. نتغدى سوا؟ تمام تمام. ماشي يا ماما، مش عارفة يعني على حسب دعاء هتاخد وقت قد إيه في الطريق. ماشي يا ماما، ماشي أوكي، ماشي حبيبتي، مع السلامة. لا إن شاء الله مش هنتأخر، إن شاء الله يعني، ماشي مع السلامة. هلا. نعم. ممكن تطلعي لي نمرة شيرين على الموبايل؟ آه حاضر. إيه ده، أنت بتتكلمي وأنت سايقة؟ آه عادي يعني. لا لا مش عادي طبعًا. أعمل إيه يعني، أتصل ولا ما أتصلش؟ لا ما تتصليش، لو عايزة تتكلمي اركني على جنب. على فكرة أنا بعرف أسوق. أنا مش شايف كده الحقيقة. لا لا ما بتعرف أسوق هي عليك، دي كويسة خالص والله. هو أنت سايبني أسوق ليه؟ عشان دي عربيتك، وأنا عايزك تفرحي بيها، وبخاطر بحياتي أنا ومراتي. وأنا شايف بصراحة مستواكي لا يسمح. لا يسمح على فكرة. ماشي خلاص اتفضلي. معلش لا لا دعاء شاطرة جدا والله. لا 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 دي يعني دي بتشوف تخليك تعمل البتاع وماشي بقالها كتير جدا، دي كويسة قوي. طيب يا دعاء ممكن تقولي لها تقولي لصاحبتك اللي أنت عايزاه وخلاص. يا علي يا علي من فضلك من فضلك، أنت كده بتهز ثقتي في نفسي بشكل فظيع يا جماعة والله العظيم. إيه ده؟ أنا آسف بقى خلاص أنا آسف. آسفين هو ما يقصدش خالص، أنت بس بتسوقي كويس جدا وهتبقي شاطرة خالص والله. أكلمها؟ آه آه حاضر حاضر. امسكي يا حبيبتي اهو، على مهلك على مهلك والله. ماشي على ماشي مهلك. بس بقى الو السلام عليكم، ازيك يا شيري عامله ايه؟ بقول لك ايه، انت فين؟ ايه قبل عندي مفاجاه كده عايزه اوريها لك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي بس ايه، لا مفيش حاجه، عندي بس مفاجاه كده عايزه اوريها لك. اه طب بصي لما اقرب كده هكلمك تبعتي لي العنوان. ماشي ماشي خلاص شكرا. ماشي سلام عليكم، باي باي. برافو يا حبيبتي. انت خارجه؟ اه مع واحده صاحبتي. اه وهتاخدينا معاكي؟ لا هوصلكم. طيب بقول لك انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. بما انك كده كده خارجه واحنا الحمد لله لسه عايشين يعني، فممكن ننزل في اي حته واخد العربيه بتاعتي. اه ممكن. لا مش عارف هنسيبها. لا يا جماعه انتوا تعبتوا معايا النهارده، انا هوصل. لا 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 عادي عادي، ممكن ننزل على جنب اي حته يعني. علي هوصلكم. خلاص يا علي معلش عشان برضو نطمن عليها يعني، مش هينفع نسيبها لوحدها. معلش. برافو يا دعاء والله شاطره جدا جدا شاطره. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص يا دعاء وصل ده. وصل ده. حاضر حاضر يا جماعه، انتوا شفتوا طب ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على من جعلته سلاما وجعل الحزن اذا شئت سهلا يا الله. عايزه تنزلي حاجه تاني؟ خليهم يفكوا الدولاب. تمام. والكراتين والحاجات دي والحاجات اللي في الكياس. تمام. تروح لعروسه. يعني لازم عروسه؟ اه لازم عروسه. بقيت الحاجات وديها الجامع للناس الغلابه. ماشي. طلعهم لله. انا هروح مشوار، انت لما تخلص يبقى سيب المفتاح عند ام اسماء. انا يا حاضر. ماشي خد دول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مفيش يمين استغفر الله العظيم يا رب. دعاء السواقة لازم تبقي هادية، لازم تبقي هادية وبتبصي جنبك يمين وشمال عشان كده. ما تقفيش يا دعاء، ما تقفيش بقى والنبي. يا جماعة ما احنا خايفين عليك. الموضوع جدا. لا وقفت عادي عشان اخش. لا اسفين ما فيش حاجة. لا دعاء بصي خليكي ماشية في حارتك، وقبل بس ما تخشي يمين او شمال ادي اشارات عشان الناس ما بيعرفوش ان انت اول مرة تسوقي. هو الشارع ده شمال؟ لا 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 ده على طول. لا لا مش شمال على طول. ده دعاء دعاء نزلينا دعاء والنبي نزلينا. لا معلش نزلينا بقى دعاء. هسيبها لوحدها وهي عامله كده، هسيبها لوحدها دي ممكن تحصل لها بعد الشر. معلش لا يا حبيبتي بس يا جماعه انا هوصلكم لو سمحتوا بس اللي انتوا بتعملوه ده. يلا احنا هادين. القرف ده ايه ده الدخان ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاجي على جنب هنا بقى. على مهلك مش مره واحده. هي انهي هي فين دي؟ هي مش دي؟ اه في بقى. اه علي ما تعملي حاجه في جوزك ده. ايه ده؟ نفسه يا دعاء. سلام. اهو مش سلام كلكم. طب علي طب علي خليني انا معاها عشان ما تبقاش هي لوحدها يا حبيبي. لا يا هلا انا كويسه انا بعرف. لا معلش مبروك مبروك على العربيه.